الفكره ديال هذا المشروع على اننا نستغلوا المثلثيات اللي كاينه في المركز الخاص بالمثلثيات الصناعيه وبالضبط المعدنيه اللي كاينه في المؤسسه ديال OCP. هاد المثلثيات نحاولوا نستغلوهم ونخرجوا مجسمات اللي عندهم ابعاد تراثيه انسانيه زائد عندها مواضيع علاقه بمؤسسه OCP. والنتيجه كانت اننا نديروا مجموعه من المجسمات. حاليا وصلنا للسته ديال النماذج اللي خدمنا على المورود الثقافي ديال المنطقه ديال دكاله اللي كيتجلى في تبوريضه وزائد الرياضه ديال الصقور كذلك ومجسم اللي كيرمز للعلامه ديال المؤسسه ديال OCP وكذلك من ضمن العناصر يعني الاسترو بي او 4 من العناصر ديال المنتجات ديال OCP والفكره ديال هذه الورشه هذه على ان يستافدوا منها الاطر ديال الستاجيره اللي عندهم نفس التخصص ديال التركيب المعدني والفكره هي ان هاد لي ستاجير بغينا نخرجوا لهم يعني النظره التقليديه اللي ممكن ياخذوا بها المجال اللي متوجهين فيه ان ممكن يستغلوا هاد المواد المعدنيه ولا بالضبط الحديد يحاولوا يعني النظره التقليديه تغير لهم يعني زائد نوسعوا لهم الافاق ديال الادراك ديالهم وان شاء الله نتمنى تكون النتيجه اللي هي سابقه يعني في الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي علاش لا. اشترك الآن في قناة أشواق TV وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق TV جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.